سمير صورها صور شوفك هتعمل اكبر لو ساعتين اديلك 10 جنيه بالضبط انا بشوفك نايم والله زمان حق محمد ايام المجد او النبي يا ابني والله بكره على عرفه والله عمر ما يدري الصح ده شيء شيوخ الصلاه ده من حظك ان انت عطرت فيه يعني لا تبقى تمشي معايا الحاج محمد صالح خدت بال سيادتك انت الصنعه دي دخلت فيها وانا عندي 5 سنين كنت لسه صغير طفل ما روحتش مدارس وما روحتش كلام من ده اسست في العمليه ديت قعدت فيها حوالي
جيت 3 4 سنين عبال ما مسكت الابره واشتغلت مع واحد وسطى محترم اللي هو كان خالي، هو اللي علمني نفس الصنعه دي. فضلنا ماشيين كده لغايه سنه لغايه ما بقيت ايه لوحدي كده، والمعلم بتاعنا بقى خلاص سابنا، بقينا حرين نفسنا. انما النهارده سبحان الله ربنا رازق الاولاد ده وبيرزقه من فضل الله، كل واحد بيرزق بلقمته. النهارده بيرجع من حته زي دي يروح يبيعها لواحد زي حالاتك، لواحد زي التاني، يجي سايح ياخدها، نورط في الغردقه، نورط في الحتت السياحيه دي كلها، شرم الشيخ والحاجات دي كله، يجي ياخده بالليلة. والاقصر، الاقصر اهم شيء كمان، الاقصر، الاقصر كلها شغل من بتاعنا دوت، محلاتها كلها على مستوى، خدت بالك انت؟ يعني النهارده تبص تلاقي الصنعه ماشيه، وكل واحد بيرزق من فضل الله. وكنا بنعمل خيم تحت الجيش، خدت بالك انت؟ وتحت الصحه، كل دي خيم كنا بنعملها يدوي. النهارده المكن بيعمل كل حاجه، المستورد، المكن المستورد ده بيعمل كل حاجه. اصبح النهارده العامل اللي زي حالتنا انتهينا امره. ليه؟ كله بقى ايه؟ مكن. زي ما قلت الاستاذ، الطبع بوظ الايه؟ الشغل الفراش اللي كنا بنعمله زمان، دلوقتي كله طبع وكمبيوتر وكلام من ده. النهارده بص تلاقي بقى طلعت الشغل ده زي ما احنا شغالين كده، زي ما قلت لك بنرزق من فضل الله. كنا بنروح كمان ايه؟ نشتغل في شغلة الخيم بتاعت المدارس بتاعت الامتحانات دي، نقعد في عز الشمس عشان نلفق الخيم للتلامذة. بس ايه بقى ايه؟ خفت من بعد الازمات اللي بتشوفها ديت. السواح كنا شغالين على السواح، كانت بتنزل بالهبل. النهارده مفيش حاجة. الناس كلها خايفة تنزل بالوضع اللي احنا فيه، ولا مش صح؟ ها؟ انما كان الاول، النهارده الشغل مرطرط في الدكاكين، مش لاقي حد ياخده.